الزمالك بيواصل الاستعداد لمواجهة الجونة، وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الحليم علي، وباتشيكو طلب من لاعبي الفريق بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. خضع لاعبو الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزي بيدرو مدرب الأحمال على هامش المران الجماعي. قام لاعبو الفريق بذبح عجل وتوزيعه على العمال، ويايا سونجا مهاجم الأرسنال السابق معروض على الزمالك، وتم رفع الأمر لباتشيكو ليحسم بداية التفاوض. حلمي طولان، هناك مفاوضات قوية بالفعل من مسؤولي الزمالك لضم أسامة جلال، ولكن ما تبقى بعض الرطوش النهائية قبل الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.